لو ما بتحبش ليونيل ميسي بعد الفيديو اللي هتشوفه ده اوعدك انك هتحبه جدا، او على الاقل حتى هتحترمه. هتقول لي ميسي ما بيعرفش يرقص، هقول لك تمام. هتقول لي ميسي ما بيعرفش يلعب برجلين الاثنين زي كريستيانو رونالدو مثلا، هقول لك برضه تمام. بس هتيجي تقول لي ميسي ما كانش بيعرف يراوغ وما كانش قوي بدنيا، هقول لك لا، اقف هنا بقى، ده انا هفرجك دلوقتي على افضل مراوغ شهادته البشريه، وهثبت لك بالدليل قد ايه انه كان قوي بدنيا جدا. اللي هوريهولك دلوقتي يا ابو الكباتن هو اشبه بالسحر، بل هو السحر نفسه. ده يقول لي السحر قوم وانا اقعد مكانك. بص كده على الفيديو ده، ده بيراوغ وكانه معهوش كوره، كان ماشي لوحده. وبص هنا برده عشان تمتع عينك شويه، عينك على السلاسه والانسيابيه والبساطه والحلاوه وكل حاجه. ايه ده، هل في لاعب بيعمل كده؟ طب لو في لاعب بيعمل كده ما تقول لنا اسمه في التعليقات. وبص هنا مثلا بمراوغه واحده طلع خمس لعيبه من اللعبه خالص، بس للاسف الكرة دي ما جاتش جون. مين بيعرف يعمل كده الا ميسي؟ وبص هنا، ده ما ينفعش حد يوقفه غير بالضرب، لازم تضربه حرفيا علشان تاخد منه الكرة. وبالنسبه للناس اللي بتقول لك ده ما كانش قوي بدنيا، بص وهو عنده 18 سنه وبيلعب تشيلسي، ميسي ده حرفيا بيشيل كميه عبء تقيل جدا على المدرب مالهوش حل. ده بينزل بيصنع لك وبيسجل لك وبيعمل لك هجمه مرتده وبيرقص لك 2 3 وبيعمل كل حاجه. بص الكرة دي بالله عليك، ايه ده، مين بيعمل كده؟ ده ولا كان الكرة لازقه في رجله. ما اعتقدش ان في حد ممكن يعمل كده. وعندك هنا مثلا هو اللي بيبدا الهجمه يا ابو الكباتن، وهو اللي بينهيها. بص بيعمل ايه، ايه ده، ده ممكن تقول انه اشبه بالسحر. وبص الفيديو ده مثلا هو بيعلي على انيستا، انت رقصت 2 3 طب خد بقى واحد والتاني، وبص بيعمل ايه، وفي الاخر هدف. وبص هنا بالله عليك، وازاي دي ما انتهتش بهدف. باختصار يا ابو الكباتن، هو ده ميسي، واللي اي مشجع كوره مش هيعرف قيمته غير بعد ما يعتزل، لان كل الجيل اللي طالع عمره ما هيعرف يعمل كده. دي موهبه ربنا وهبها له في الكوره، وانت ما عليك غير انك تتفرج وتستمتع بس. فلو ما بتحبش ميسي يا ابو الكباتن فعلى الاقل لازم تحترمه. وانتظروا ان شاء الله الفيديو اللي جاي عن كريستيانو رونالدو، وازاي هو افضل قاتل في تاريخ كرة القدم.